كما تعلمون لقد توفى المحجوب الشجاج مؤسس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955 وزاعم الحركة النقابية المغربية والإفريقية، ولعب دورا رائدا في الحركة النقابية كما قلت سابقا العربية والإفريقية والدولية، وكان رحمه الله مناضلا، نضل واعتقل خلال حملة لما تم نفي الملك محمد الخامس، وهناك كلمة قالها الملك الحسن الثاني في التحدي، حيث قرأ لما كان في مدغشقر قرأ خبر تأسيس الاتحاد المغربي للشغل في المغرب لبن الحماية، وذهب إلى الراحل محمد الخامس وقال له لقد تأسس في المغرب نقابة عمالية. وما كان رد محمد الخامس رحمه الله، كان هذا وهذا الكلام يقوله الملك حسن الثاني رحمه الله، كان هذا الحدث سيؤجل باستقلال المغرب. إذن هذه شهادة الملك حسن الثاني مكتوبة في كتاب تحدي، وما يمكن أن نقوله اليوم وهو حقيقة المنخرطين في النقابة والعاطفين على النقابة لما وصلهم الخبر تألموا، لأن فقد المغرب واحد من أبنائه البررة، مناضل وطني، ونتمنى له الرحمة، وكما قلت سابقا وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما يمكن أقوله في هذه الساعة.